مشاهدي صوت الساحل التونسي، مرحبا بكم في برنامج لقاءات وحوارات. ضيف الحوار اليوم هو السيد محمد عليا، رئيس بلدية مساكن. اليوم سنقف عند محطة 15 شهر أو مضي 15 شهر على تنصيب المجلس البلدي ببلدية مساكن. سنقف عند هذه المحطة لنقول نقيم العمل البلدي في مساكن ونقف على أهم المشاريع المنجزة والتي بصدد الإنجاز. حوارنا إن شاء الله يكون شيق، تابعونا مع سي محمد عليا. مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا سهير، مرحبا بساحل تي في وكافه المتابعين احنا اللي فان تاع ساحل تي في. شكرا سي محمد عليا. قلت في البدايه، في بدايه تقديمي للحوار، قلت بعد مضي 15 شهرا على تنصيب المجلس البلدي بمساكن، نحب نعرف الخلاصه شنو صار. نعرف فما عده مشاريع انجزت، عده مشاريع بصدد الانجاز، وهناك المشاريع المبرمجه. لو كان تحكينا على المثال، ولا نحكيو على استراتيجيه التنميه لبلديه مساكن اللي هي تتضمن هذه المشاريع. شكرا. 15 شهر صحيح، ليس 15 شهر، هي بتجري. احنا مش انا مش نقيم العمل البلدي، لكن نحب نقول ايش عملنا في 15 شهر. احنا وقت اللي جينا ساعه في جويليه 2018، المجلس متكون من حساسيات مختلفه، والحمد لله الى اليوم فما تناغم، فما حضور، فما رغبه في التغيير وفي العمل وفي انجاح المسار الحكم المحلي اللي هو اليوم في مرحله جديده. اليوم البلديات في اطار لا مركزيه ولا محوريه، والحكم المحلي والتدبير الحر منظومه جديده، طريقه عمل جديده، بتاتر زاد عقليه اسمها تولي جديده، وهذا مش سهل. ديما في مراحل تأسيس ديما فما صعوبات، فما قبول ديما الإنسان بطبعه في أي حاجة جديدة ما يقبلهاش بالساهل ولا من نقولوا احنا من الوهلة الأولى، لكن هذا ما يمنعش انه احنا فما كفاءات في المجلس، فما إدارة، فما ناس تحمل مسؤولياتها، تحب تخدم، تحب تقدم بهالبلاد وبهالعمل وتحسن وجه البلاد. ولكن العمل مهما يكون، والا البرنامج اذا ما يكونش فيه رؤيه، فيه فكره، فيه حلم، ما ينجحش. هذاك علاش احنا في المجلس قلنا اول حاجه لازم تكون عندنا فيزيون واضحه باش نحبوا في الخمس سنين هذول بتاع المدة، وحتى في السنوات اللي مش جايين بعد، وحتى المجالس اللي مش جايين بعد، كيفاش تلقى الاخرى حاجه حاضره وين باز تخدم عليها وتنجم تزيد تطورها وتحسن فيها. البرنامج نتاعنا ولا الاستراتيجيه نتاعنا على ثلاثه مراحل، فما الكور تيرم ولا المدى القصير اللي هو فيه دي زورجونس لازم نقوموا بها والا نصلحوها والا ننجزوها، فما المدى المتوسط اللي هو على مدى الخمس سنوات هذيا، وفما المدى البعيد ولا المدى الطويل اللي يهم أكثريته المشاريع ذات صبغة استراتيجية، مشاريع تنموية اللي يمكن تغير من موارد التنمية، يمكن تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي و هو يهم المساكن ككل. اليوم مساكن مش صغيرة، 340 كيلومتر مربع، 16 عمادة، 123 ألف ساكن مقيم في مساكن، وعندنا تقريبا 70 ألف مهاجرين من برا من حدود الوطن. دونك تعتبر من البلديات الكبرى في الجمهوريه. كي نقولوا بلديات كبرى دونك يلزم ميزانيه كبيره، يلزم امكانيات كبيره، ويلزم كيف زاد وسائل بشريه والا رصيد بشري، سواء في العمل ولا الموظفين ولا حتى من الناس اللي هما في المجتمع المدني، الا باش يساندوا ويسيروا العمل بتاع البلدي لازم يكونوا ناس في معناها مستعدين للعمل هذايا، ينجموا يكونوا بالعمل هذا. واضح انه العام الاول هذا بالاتفاق بين اعضاء كافه اعضاء المجلس انه عندنا دي بريوريتي، عندنا اولويات. الاولويات الاولى اللي تهم العمل اللي هو عنده صله مباشره بالمواطن.
كي نقولوا العمل اللي عنده صله مباشره بالمواطن يعني يهم النظافه ونظافه المدينه، يهم البنيه التحتيه تاع المدينه، ولا ويهم زاد الخدمات الاداريه. نعرفوا ان البلديه هي مرفق عام ادي في خدمات اداريه للمواطنين، ودونك لازم يكون فما ان مينيموم تاع خدمات تفي بالحاجه ومعناها وترتقي الى تطلعات وطلبات المواطنين. هذا يخدم علينا العملون تقريبا في مجمله انه يكون عندنا مدينه نظيفه، هذا لا شك فيه، وهذا يظهر انه في تطوير اليات العمل، في تدعيم الرصيد البشري للعمل، في تنظيم العمل. وها اهم حاجه انه مثلا المساكن اليوم في مصلحه النظافه مقسمه الى تقريبا 14 منطقه داخل المدينه وسته مناطق في العمادات المجاوره، معناها تقريبا 20 منطقه في كل منطقه فما اليه وفما فريق عمل. وفما كيف عملنا زاد فما مناطق اللي هي تتطلب تدخل مش نهار مره في النهار، تتطلب حتى مرتين وثلاثه في النهار. عملنا في رقت عزيز اللي باش نحاولوا لو ماكسيموم، وسورتو في فصل الصيف اللي تعدى نعرفوا انه فما عوده المهاجرين، فما شويه زحمه في المدينه، فما اكتظاظ نتاع ناس، فما اكتظاظ نتاع سيركيلاسيون، اللي خلانا انه حاولنا واجتهدنا باش نحصلوا لو ماكسيموم نتاع مدينه نظيفه، نتاع طرقات نظيفه، نتاع فضلات ترفع في وقتها. واكبر دليل ذلك انه مثلا في فتره العيد الكبير وقت بالرغم الحجم الكبير نتاع الفضلات اللي صارت في العيد، الحمد لله ما صارش عندنا مشكله. نهار العيد بدينا كامله نظيفه وبشهاده الناس كله، بشهاده حتى السلطات والمجتمع المدني والمنظمات وغيره وغيره، قالوا سناء مساكن في عيد كبير كانت مدينه نظيفه. لكن هذا صحيح فما بعض النقائص اللي قاعدين نخدموا باش نتلافاوها، باش نحسنوا فيها، باش نصلحوها. والعمل الانساني ديما ما لا يخلو من الاخطاء، هذا مازال فيه، لكن دور المسؤول ودور الاداره ان تسعى باش يكون العمل في اكبر نسبه من التميز، اذا ما نقولوش اكثر من هيك. معناها اوترومون احنا متحملين دورنا ومتحملين مسؤولياتنا، لكن هنا هذه دعوه من خلال الساحل تي في نوجه للناس الكل. راه دور البلديه صحيح مهم جدا، نجم نقول لك مثلا 70 ولا 80% من العمل، لكن 20 و30% الناقصه هذيك دور المواطن عملوا عليه باش يكون متفهم، باش يكون واعي، باش يعاوننا، باش وقت اللي نحطوا قبالات نعرفوا نحطوا قبالات باش نحطوا فيهم الفضلات، مش باش نحطوا الفضلات في القاعه. وقت اللي تمشي في كرهبتك ومش بداك طايش دبوزه في كياس، ولا تجي المنطقه خضراء وتقلع شجره، والا تجي بوتو وتكسر وراه، هذاك كله مضر عليك انت، وهذاك تعطيل للعمل البلدي بصفه عامه. دونك هذا الاولويه الاولى كانت النظافه، الاولويه الثانيه كانت البنيه التحتيه. وقت نقولوا البنيه التحتيه يعني الطرقات، الارصفه، التنوير العمومي، المناطق الخضراء، وهذايا اللي خدمنا عليه. وديجا فما زوز مشاريع في اخر 2018 وبداية 2019 اللي كملوا، فما مشروع نتاع تهذيب حي النور تقريبا بكلفة 1,600,000 دينار، 1,600,000 دينار، معناها 1,600,000 تقريبا على مدى 14 كيلومتر. وفما كيف طرقات أخرى داخل المدينة في إطار البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2018 اللي في بقيمة 1,300,000، زاد فيه تقريبا 10 كيلومتر، معنا 10 كيلومتر طرقات. فما مشروع نتاع تنوير قيمة 150,000 دينار، فما العناية بالمناطق الخضراء تقريبا في حدود 100,000 دينار. يعني تقريبا هذول لقيناهم مشاريع متواصلة وكملناهم وانجزناهم في آخر 2018 وبداية 2019. بالنسبة ل 2019 عندنا برنامج كيف فيه 2,300,000، فيه 1,800,000 طرقات و 300,000 دينار تنوير و 100,000 دينار تقريبا مناطق خضراء. المشروع هذا توا قمنا بطلب العروض، وقع اختيار المقاول،
سيعرض على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية يوم الخميس القادم، وإن شاء الله تقع المصادقة عليه وانت تنطلق الأشغال اللي هي باش تكون تكملة للأشغال اللي بدأت في 2018، باش نحاولوا لماكسيموم تكون عندنا طرقات مهيئة من رجل النظاف. ولو أنه كيش نحكيه على تهيئة مساكن كاملة راهي تحب لها، احنا عملنا الانستيماسيون تقريبا تحب لنا 25 مليار باش نجمو نحكيه على 90% طرقات الكل مهيئة، لكن العمل يكون متواصل كل عام نخدمه حاجة إن شاء الله نوصلوا في 5-6-7 سنوات تكون بالحق فما مدينة فيها بنية تحتية ما فيهاش تراب ما فيهاش وسخ ما فيهاش محفر ما فيهاش مشاكل وتكون فيها إنارة. وعلى ذكر الإنارة، احنا بخلاف أنه الإنارة العمومية العادية عندنا برنامج قاعدين نخدم عليه مع النو اللي هو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أنه باش يكون عندنا الكليراج يكون بطريقة اللاذ هذيك ما عادش بالطريقة القديمة ننسى ديما نسف مش مشكلة على كل حال. معناها هو هذا يسمح لنا بالاقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة تقريبا 50%. بلدية مساكن في العام نخلصوا في 1.7 مليار لسباك في يهم الكليراج بالبيك ويهم الاستادات ويهم كل شيء. دونك بالطريقة هذه نجم احنا 1.7 مليار نجم نعطوا به حتى في العام الأول حتى 1 مليار، وبعداش بمرور الوقت وتعميم الحكاية هذه تقريبا كافة المناطق نجم يكون عندنا غدوة في عوض 1.7 مليار ونخلصوا 700 ل 600 مليون وربحنا في النفقات. فما زاد مشروع ثاني صادق عليه المجلس باش تبدا الدراسات نتاعو في 2020، يهم احداث محطه لتوليد الكهرباء بالفوتوفولتايك يعني بالطاقه الشمسيه. وهذا يزيد كيف كيف يسمح لنا بحول الله انه في العام تقريبا ربحنا في حدود ما بين 600 و 700000 دينار ولا هي زاد مش شويه. نجم بالطريقة هذه في إطار يمكن حسن التصرف نجم نولي الاستهلاك الكهرباء في بلدية مساكن نولي مجاني بناء على هل لوتو برودكسيون ولا هل الانتاج المحلي الذاتي يعطيك صح. دونك هذا في جانب من المساحات الخضراء. احنا اليوم في مساكن عندنا على كل مواطن عندنا 2.46 متر كاري ولا نورم ناسيونال لازم تقول لك تكون فما 3.7. قاعدين نحبوا نسعوا باش نوصلوا للرقم هذا، يكون عندنا على كل مواطن تقريبا ما بين 3 و 3.7 متر مربع من المساحات الخضراء الاخرى باش يكون عندنا بيئه سليمه ونظيفه. وهذا من الاهداف الرسمينها. فما هدف اخر هو ان شاء الله كان ربي يسهل ونلقاو تجاوب من عند الناس زادة أنه عنا عملية تسجيل 100,000 شجرة على مدى 4 سنين القادمة. 100,000 شجرة تقع إضافتها في مساكن وبس تغير النمط والوجه نتاع حتى الوجهة البيئية نتاع البيت. بالنسبة للمحور الثالث يهم الخدمات الإدارية، نسعى وإن شاء الله وبدينا فيه أنه لتعصير الخدمات الإدارية لتنظيمها معناها نقص من الاكتظاظ الموجود في المقرات البلدية. اليوم احنا اليوم في مساكن عندنا 3 مقرات، عندنا بلدية مركزية وزوج دوائر. المجلس البلدي في نوفمبر 2018 أقر وصادق على إحداث 3 دوائر جديدة. دائرة ستكون في البرجين وتضم البرجين بني ربيعة والفرادة. دائرة ثانية في الكنيس وتضم عمادة الكنائس، ودائرة ثالثة اسمها دائرة مساكن الغربية تضم الأحياء اللي تقريبا من جهة الغربية بتاع مساكن الكل اللي فيها تقريبا في حدود 20,000 ساكن. وهذا الهدف منها هي تقريب الخدمات للمواطن، تحسين الخدمات وتنقيص مثل الانتظار والزحمة الموجودة اليوم في الدوائر وفي الخدمات البلدية. فما في جانب ثاني وقت نقوله تعصير، التعصيب باش يكون بطبيعة بالرقمنة، يكون كيف يعني بالتكوين الأعوان
وهذايا فما دي سيكل دو فورماسيون حطيناهم في البرنامج وبداو ديجا معناها تقريبا مختلف الاعوان سواء الاعوان المصحه الاقتصاديه ولا التهيئه العمرانيه ولا رخص البناء ولا الحاله المدنيه. دونك فما دي سيكل دو فورماسيون بالنسبه للاعوان الاداره الكل، كل واحد حسب اختصاصه ويمشي في باش يزيد يتكون ويزيد يأهل والا يزيد ينمي المؤهلات نتاعو باش يؤدي الخدمات اللي مطلوبه منه المواطنين في احسن ظروف وفي احسن الاحوال. هذا تقريبا في مستوى الاداره، لكن فما زاد حاجه اخرى مهمه جدا ما نجموش نحكيوش عليها، هي تطبيقه والو ان ابليكاسيون اسمها بلديتي، هي اول تطبيقه اتعملت في البلديات، واحنا كبلد مساكن حصل لنا الشرف ان نكون اول بلديه في الجمهوريه اللي خرجت التطبيقه هذه، وتطبيقه اسمها بلديتي بوينت ان. تطبيقة هذه هي سيتان اسباس فيرتويل، معناها فضاء افتراضي ينجم فيه المواطن هو قاعد في داره، قاعد في قهوة، قاعد في كهرباء، قاعد في أي بلاصة، ينجم يتواصل مع البلدية، مع كافة مصالح البلدية، سواء في تقديم شكايات، في تقديم مقترحات، في المشاركة في السونداج، في تقديم فكرة، مشروع، أي حاجة. وإلا كيف كيف زاد يلفت النظر كافة المصالح البلدية إذا فما أي إشكال في أي منطقة يهم البيئة، يهم الطرقات، يهم التنوير، يهم أي حاجة. وفيها تفاعل إيميديا، معناها وقت اللي يبعث هو الشكوى نتاعو في ظرف 48 ساعة تقع الإجابة، تقع التريتمون نتاع الشكاية نتاعو والإجابة نتاعو. وعنده الحاجة الجديدة اللي هي تسمى إنوفاسيون جديدة، أنه فيها أي مواطن يجب يكون عنده كونت في المنظومة هذه كما كونت فيسبوك، عنده فيه البسودو نتاعو والمود باس، وينجم يدخل ويشوف التريتمون نتاع الشكاية نتاعو وين وصلت، أكي نيفو عند رئيس بلدية، عند الكاتب العام، عند المصحة الفلانية، تخدمت ما تخدمتش. وينجم في نفس الوقت يشوف مثلا اذا كان هو عنده، يقول لك عندي جاء مواطن الشكاية نتاعو، يقول لك عندي حفره في الطريق قدام داري عندها مده ما تصلحتش، يبعث تصويره. التصويره هذيك معناها الشكاية نتاعو نخدموها نمشيو نصلحوا الحاجه الموجوده، ونبعث له زاد تصويره اني راهي تصلحت ومريقله. واذا كان خدمه تتطلب مثلا وقت مش متاع نهار واثنين، تتطلب شهر ولا جمعه ولا جمعتين ولا هو، يجيه مساج يقول له راهو الشكاية نتاعك وصلت وراهي العمل هذايا، والا لو تريتمون نتاع البلانت نتاعك راهو يطلب اندولي مثلا نتاع جمعتين ولا شهر ولا كذا. وهو وقت اللي تخلط الشهر زاد كيف كيف يجيه نوتيفيكاسيون تقول له الشكاية نتاعك وقعت التريتمون نتاعها، وهاو واش عملنا واش ما عملناش. دونك هذا عطيت ثاني جانب هو الشكايات، لكن فما جانب نتاع المقترحات زاد، والمقترحات هذيك تمثل من باز دو دوني بالنسبه للبلديه في اطار اعداد المخططات الاستثماريه واعداد مخططات التنميه في 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 اعداد البرامج وفي في في هذا كله زاد جانب مهم. فما جانب ثالث نتاع لي سونداج، من البلديه تعمل مشروع مثلا، نقولوا احنا شنو نعملوا جرده في البلاصه الفلانيه، نطلبوا راي المواطنين، يا عباد شو رايكم نعملوا جرده في حي في الفلاني في المنطقه الفلانيه وكذا وكذا، وناخذ ونشوفوا. فما نجم يكون مثلا بلديه باش تعمل مشروع ممكن ما يريقش للمواطنين ولا ما عندوش فايده، ولا المواطن يعطيها يقول لك لا ماذا ما يصلحناش، هذه فرصه زاده باش يوصل رايه باش. وفما جانب مهم جدا في التطبيق هذه هو انه ينقص لو كونتاكت ما بين الموظف والاداره، ونعرفوا احنا كل كونتاكت سيرتو في التراخيص وفي الرخص و ينجم يشكل اشكال. احنا بلدية مساكن عملت اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومن جملة الشروط ولا من جملة الإجراءات هي أنه لو كونتاكت بيرمانون ما بين المواطن والموظف ينجم يخلق فضاء نتاع فساد، فضاء نتاع مشاكل. واحنا قلنا بالطريقة هذه نجم نقصوا الماكسيموم، ماهيش نقضي واحنا 100%، لكن ينقص لنا برشا ويخلي فما اون ترونسبارونس في المعاملات وفي الخدمات اللي تسدي فيها البلديه ومن وراها الموظفين تاع البلديه. دونك تقريبا هذا العام الاول شنو هو اللي موجود. في 2019 هذايا كيف فما جمله من المشاريع نجمو نحكيو فيها من بعد، لكن حبيت اني نرجع للعام اللي تعدى
شنو الا صار فيه تقريبا في المجمل، يمكن نسيت بعض الديتاين تقريبا ونخليه التقييم ونخليه عند الساده والخيان والمواطنين والمتساكنين هما ينجموا يشوفوا مدى انجاز المشاريع هذه يستجيب للتطلعات ولا لا. بالحق سي محمد عليا كانت عند إجابة يمكن تكون شافية أو واضحة بالنسبة للمواطنين حول العمل البلدي اللي صدرت مؤخرا تشكيات. المواطن كتمد الميكرو يقول لك البلدية مش قاعدة تخدم، مش الرافة تطور، مش الرافة تحسن، هاي البلدية تخدم. أعلمتنا سيادتك اللي فما تقريبا بعض المشاريع المعطلة نتيجة البيروقراطية الإدارية للأمور تخرج عن معنا سلطتكم أنتما. حبوا نتعرفوا على بعض المشاريع اللي ممكن ستنجز ويكون لها الأثر الطيب وملحوظ لبلدية مساكن. نحكيوا على مشروع مثلا تحسين ومعالجة النفايات الموجودة، نحكيوا زاد على تشكيل على مشروع تصريف مياه الصرف الصحي. تعرف اللي موسم الأمطار مقبل علينا وقد حل، وفما إشكالية كبيرة في هذا في كيفية تصريف مياه الأمطار، تغرق الشوارع والمواطنين يبدأوا يتذمروا، يدخل حتى الماء للمنازل متاع المواطنين. وكان تحكينا على زوز مشاريع عظمى اللي مثلوا تقريبا نقطة حيوية ومهمة في حياة المواطن اليومية. فما مشاريع معطلة، معطلة سيترودي، ما فما مشاريع تسير ببطء مش معطلة، وهذا نتيجة التعقيدات الإدارية، ولا فما شوية تعطيلات إدارية سيرتو في جانب القانون الجديد نتاعها الصفقة العمومية الإلكترونية، اللي هو فما توتون بلاتفورم تحطت، لكن اليوم أنا كبلدية مساكن عندي الكلي دانسكريبسيون تاعي وعندي لا سيناتور الإلكترونيك، لكن لي فورنيسور اللي نشتغل معاهم ما عندهمش. دونك نهبط أنا أبيض أوفر على الفضاء الالكتروني هذايا ولا على المنظومه الالكترونيه، لكن ما يجيني حتى شيء. نعمل لابيل دو فور الاول والثاني والثالث، وفي الاخر نقعد نضيع اوقات، وتعرف انت لابيل دو فور في دي دولي، كل دولي ياخذ تقريبا شهر ولا ثلاثه جمعات، احسب انت اذا كان ثلاثه مرات هذول ثلاثه شهور ضاعوا. العام فيه 12 شهر، انت ساعه باش تحضر الدراسات وتحضر وتوفر الاعتماد وتعمل كل شيء فما وقت، بعد اذا كانش نقعد ثلاثه شهور في طلب عروض وما نحصل حتى شيء. زاد هذاك تضيع وقت، وهذا من جملة الحوايج اللي كانت سبب تتأثر في تأخير انطلاق برشا مشاريع. صحيح فما تجاوب صار من الإدارة ولا من سلطة الإشراف أنه وقع تأجيل العمل بهالمنظومة هذه إلى سبتمبر 2019 الشهر هذا، لكن ضيعنا فيه ستة شهور من فيفري حتى تقريبا ولا من جانفي حتى لجوان، ضيعنا ستة شهور باش نجموا نعملوا انطلاق المشاريع هذه. لكن الحمد لله على كل حال هو فما مشاريع على بكري ذكرت مشروع نتاع تعبيد الطرقات والكليراج بيبليك والمناطق الخضراء في 2 مليارات و260 مليون تقريبا، اللي هو انطلق قلنا عملنا طلب العروض واخترنا المقاول ولازم يعرض على اللجنه الجهويه للصفقات وبعدين تبدا الاشغال. لكن فما مثلا مشروع نتاع تهيئة المسلخ البلدي، مشروع تهيئة المسلخ البلدي كيف كيف عملنا طلب العروض اخترنا المقاول، الناس ننتظروا في التأشير باش تنطلق الأشغال نورمالمون ان شاء الله الأسبوع القادم تنطلق الأشغال في إطار تهيئة السوق لا في إطار تهيئة المسلخ، ولا هو لا يقل أهمية على البنية التحتية، خاطر احنا في مساكن تعرفوا المساكنية والززارة المساكنية تعرفوا بالحم، وجونا تقريبا مختلف المدن المجاورة يشوفوا الحمام مساكن خاطر يعرفوا انه صحيا فيما مراقبة متميزة وكنوعية زادة جيدة، وهذاك علاش نحبوا نحافظوا على السمعة هذه. والبلدية رصدت تقريبا 140 ألف دينار لإعادة تهيئة المسلخ في مستوى الأرضية، الجوران، قنوات الصرف، الأماكن نتاع تجميع الحيوانات، أماكن الذبح، مخزن التبريد وهلو مجر. دونك هذا كله باش نخدموه إن شاء الله تنطلق الأشغال الأسبوع القادم على مدى شهرين، يكون عندنا مسلخ في حلة طيبة ويكون مكان نتاع يساعد العمل ويحفظ صحة المواطن ويعطي نوعية نتاع لحوم ويزود الأسواق بنوعية طيبة. عندنا كيف كيف الأسواق اليومية
ولا نعرفوا احنا يوصلوا لنا الاصداء ونعرفوا لعبات تشكى وصحيح هذا ما نلوموش فيه ما نلومهمش عندهم حق. فما وضعيات تتطلب تدخل عاجل، وتدخل عاجل احنا بدينا فيه ديجا حضر المشروع كامل البرنامج كامل لتهيئة ثلاثة أسواق، السوق المركزية، سوق الحي التجاري وسوق الحي الجديد، في مستوى قنوات الصرف، في مستوى الجدران، في مستوى الوحدات الصحية، في مستوى بالطبيعة الدهينة وغيره وغيره. دونك هذا مشروع بكلفة تقريبا 249 ألف دينار، 250 ألف دينار، باش ينطلق إن شاء الله خلال أيام ولا أسبوع على أقصى تقدير. وفما إضافة ثانية هو أنه السوق المركزية ستقع توسعتها باش تولي تضم تقريبا 32 نقطة بيع جديدة على الموجود قبل، وهذا كله يدخل في إطار تعصير وتهذيب مسالك التوزيع اليومية. سورتو عنا كيف السوق الأسبوعية قمنا بتهيئة الأرضية، تو الأرضية كاملة مهيئة، ما عادش فيها تراب، ما عادش فيها وسخ. مازال عنا الوحدات الصحية اللي مش يتعاملوا قريبا. وفما احنا اليوم عنا مشكلة بتاع السوق الأسبوعية انه في التوسع بتاعه اللي بتاعه يخرج لبرا من السوق، ويخرج حتى في الشوارع والطرقات المجاورة. واحنا التهيئة اللي صارت في السوق انه مش يكون فما ترساج، ويكون فما تنظيم وتوزيع اماكن الانتصاب بتاع السوق دفع سواء انه الناس تكون داخل محيط السوق، وما عادش عنا نصابة في الشارع، وما عادش عنا احتلال الأرصفة والطريق. وهذايا قاعدين توا كملنا الاعداد الارضيه، واش نبداو في عمليه التراساج وتحديد الاماكن، وان شاء الله احنا ونستيم بيان نكونوا في شهر من هنا لاخر شهر اكتوبر يكون عندنا سوق حاضر باش يفي به ممكن المتطلبات ولا الحاجيات هذه. نفس الشيء بالنسبة سوق الجملة. سوق الجملة زاد فيه تصير فيه شوية تحسينات في مستوى كيف ديما هي القنوات الصرف الصحي والوحدات الصحية هي اللي فيها إشكاليات، هي اللي مش تتنظف وتتريقل. دونك تقريبا بالنسبة للأسواق اليومية شيكونوا في إن شاء الله في حلة جديدة وفي نظام جديد، ولو أن رؤية المجلس تمشي الأبعد من هكا معناها على المدى البعيد. احنا عندنا فكرة انه السوق مثلا سوق الحي التجاري اللي هنا موجود ولا بحث البلدية واخوي سباس كبير تقريبا على 7000 متر مربع. 7000 متر مربع هذيك تنجم تكون انفضاء تجاري متكامل، معناها تكون فما يكون باركينغ سوسول في اللوطة اللي هو مش ينقص لنا من الاكتظاظ ومن الزحمة تاع الكراهب، يكون عندنا سوق مركزية ولا سوق احنا نقولوا احنا مارشي سنترال فيه الخضر والغلال واللحوم والدواجن وغيره، تكون في حلة منظمة دون دي نورم انترناسيونال حاجة ممتازة، وتكون عندنا من فوق عندنا فضاءات تجارية محلات ولا غيره ولا حتى فضاءات إدارية، وتكون هنا نربحوا في الاسباس معناها اون هوريزونتال اون فيرتيكال، وتكون مشروع متكامل. هذا يا مشروع كبير، مشروع ماهوش نتاع اليوم، لكن اذا كان باش نقعدوا نستناو باش نعملوا مشروع هذا لا ماهوش صحيح، لازمنا نهي الاخر نحسنوا الموجود اون اتوندو حتى لين نعملوا حاجه جديده وتكون تليق بمدينه فيها 200 الف ساكن. بالنسبه نحب نرجع لك للنقطه انت اثرت لي مشكله تصريف مياه الامطار. نرجع لمشكلة الأمطار اللي هي احنا هذول عشناها عمناول وعشناها سنة وسناسة، وسورتو عشناها في نهارين معناها في أسبوعين متتاليين، كل أحد من كل أسبوع في أول سبتمبر كانت عنا أمطار كبيرة. نتذكر لحد لول جات تقريبا 110 مليمتر في ظرف متاع 20 دقيقة، وفي لحد اللي بعده جاءوا 67 مليمتر في 15 دقيقة. الإشكالية اللي صارت هي أنه المياه الكل جاءوا في وقت قصير، هذا كان دي بي كبير، دونك تعبيت الكيسات والماء دخل للديار. سيدي دخل الماء للديار وصحيح هذا من كروش. احنا في اللي يعرفوا مساكن عندنا المشكلة الكبيرة صارت سيرتو في الديرماكية وفي الوادي الجبلي.
بيرماكية هذاك بطبيعته هو مجرى متعويد، والمساكن الغربية حنسميوها بكلها الماء نتاعها كل يرجع للبيرماكية، هذا احنا نسميوه الحي، اسمه حي بيرماكية، ويرجع كله بعدش يتربط مع الوادي الجبلي. والوادي الجبلي فيها كنال سوتيران تحت القاع دالو، في زوز مترو على معناها العرض زوز مترو والعلو زوز مترو، معناها اللي يقول زوز مترو ولا زوز مترو يقول هذا يدخل حتى كهرباء ولا كاميونه، لكن مالو رزمو من قوة الماء. وفما ديروغار اجري معمولين وفما ديروغار اخرين معمولين، لكن وقت يبدا الماء تورونسيال وقوي بالكورون دو اللي يمشي ما عادش يصير الانفلتراسيون بالكيفيه اللازمه. ايش يصير في الحاله هذه؟ فما 20% من كميه المياه تهبط للدالو هذايا، تهبط للكنال هذايا، والباقي يمشي جرافيتير فوق الكياسات، وهذاك اللي خلق المشكله نتاع الفيضانات. هذه المشكله دونك احنا عيطنا للاداره العامه للمياه العمرانيه دي هاشيو في وزاره التجهيز، وعملنا المعاينات، وجات وقتها المدير الجهوي للحماية ومدير الجهوي للتجهيز والفلاحة والناس كل حضرنا وعملنا التشخيص نتاعنا، ولقينا أنه فما الأهم نقطة اليوم في باش ما عادش تكررنا المشاكل هذية، هي يلزم نعملوا دراسة لحماية مدينة بسكن الفيضانات. وبشينا قابلنا السيد وزير التجهيز والمديرين العامين في وزارة التجهيز، احنا كمجلس بلدي مشيت انا وبعض المستشارين معايا وقابلنا وتحدثنا، والحمد لله وشكرا لزادة كيف وزارة التجهيز اللي هي تفاعلت معنا ايجابيا، وقع ادراج مدينة مساكن ضمن المخطط الوطني لحماية المدن التونسية، ومساو مساكن في شهر اكتوبر ولا دوبي نوفمبر ماكسيموم باش تنطلق دراسة الا مش تهم حماية مدينة مساكن من الفيضانات. و مخرجات الدراسة بعدها هي مش تعطينا أنه كيفية تهيئة وصيانة زوز أودية الكبار اللي يشقوا مساكن اللي هما واد الملح وواد الشرقي، ألا مش تكون إن شاء الله مشروع ينحينا هالمشكلة نتاع فيضانات ومشكلة ما تخلي الديار ومشكلة جات مطر الناس توحل. وإن شاء الله صحيح مواطن يقول لك عشان تعطيني توا عنده حق، لكن المشاريع الكبرى ما تخدمش في شهر وشهرين وفي ستة شهور وفي عام. احنا بالنسبة كحلول عاجلة في نبدأ فهمها اشكاليات متاع امطار واشكاليات متاع فيضانات، احنا ما نبخلوش حتى جهد كبلدية وحتى المصالح الحماية المدنية والسلطة المحلية والجهوية وغيره باش ندخل ونحاول باش يكون ان شاء الله بدون اضرار. لكن اذا كان نحبوا على حل جذري ينفوا بورتوت وننسوه كما تعمل في صفاقس وغيرها، راهو هذا يشي طلب شوية وقت. الأهم حاجة هي الخطوة الأولى تعملت، الدراسات مش تبدأ تخدم من طرف خبراء مختصين في الميدان هذا، وإن شاء الله النتائج نتاعها تكون نتائج ممتازة لمساكن في المدى المتوسط والبعيد، معناها بعد 4-5 سنين تكون عنا بالحق أودية مهيئة منظمة ما عادش فيها إشكاليات لا بيئية ولا فيضانات ولا حشرات ولا 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 حتى شيء. هذا اللي نأمله له، قاعدين نخدموا عليه وما هوش مزية منا، هذا مساكن تستاهل أكثر من هيك. كما قلت سي محمد علي، هذه من المشاريع اللي تنتظر وقت لتأتي أكلها. نحب نحكي على دور المواطن في هذه المشاريع. المواطن يجم يساهم بقدر ما نعرفه اللي إلقاء الفضلات، خصوصا الفضلات المعدة متاع البناء هذيك اللي يجي لوح المواطن في نجيجي، كانت تنجم توجه مساج ولا رسالة للناس والمواطنين باش ينجموا يساهموا بقدر في الكف أو في مساهمة في باش المياه هذه ما توليش تولي معضلة وتولي كارثة تحدق بمدينة مساكن ومساكنها. هو أكيد المواطن يتحمل مسؤولية شوية في الحكاية هذه، سورتو فما نوعا ما من الأنانية لدى المواطن أنه يخمم في مصلحته الشخصية وما يغلبش المصلحة العامة. وقت اللي يجي هو مثلا احنا من اللي كونستاتاسيون اللي لقيناهم في مجاري المياه هذه ولا في الريزوم تاع تصريف المياه الأمطار، نلقى انه فما ديروغار سدينهم بالسمان. سدوهم، علاش سديتوهم؟ قال لك يعملوا في الريحه. انت كي تسد روغار سي معناها انت كنت ساهمت في فيضان. رصتنا احنا وقت الامطار، فك الامطار هذيك ولينا جايبين خدامه واحد يكسروا فك السمان باش الماء يتعدى. هذا من الحوايج فما كيف كيف، فما ناس تجي قدام ديارها تردم تحط لك متر و2 متر تراب
ويغير لك مجرى الماء، والماء والواد راهو عبر التاريخ ما يتغيرش المجرى نتاعو. ما تنجمش تجي في واد وتبني، وما تنجمش تجي في واد وتعمل كاف، وما تنجمش تجي في واد وتسكر المجرى نتاع الماء. هنا باش تولي تساهم في فيضانات زاد. دونك فما زاد البناء الفوضوي، فما ناس تبني من غير رخص وبنات من غير رخص، واستغلت الفتره يمكن نتاعها من 2011 لتوا اللي هي بنات بدون رخص في اماكن محجره للبناء، وهذيك زاد تساهم في الفيضانات. دونك هنا نحب نقول بربي احنا الراعي والمواطن ومقدرته الشرائيه واحواله الاجتماعيه والاقتصاديه و و و و، لكن فما مينيموم لازم نحترموه. راي فما مصلحه عامه قبل مصلحه خاصه، وقبل مصلحه شخصيه، وقبل الانانيه مش باهيه، والانانيه هي اللي تسبب المشاكل والكوارث. لذا على كل حال اللي نحب ناكد عليه، احنا كبلديه رانا نعرفوا مسؤولياتنا ونتحملين مسؤولياتنا ونقوموا بدورنا اللازم واكثر من اللازم، وما هوش مزيء. وقت اللي جينا تحملنا المسؤوليه راهو جينا تحملناها ونعرفوا علاش تحملناها، وجينا باش نخدموا، ما جيناش باش نلوجوا على كراسي، نلوجوا على مناصب. لكن تعاونونا انتوما كمواطنين كمتساكنين، تعاونونا. مثالش ساعات الواحد باش يتنازل شويه من روحه ما فيها باس، باش انت تنجم وانت وجيرانك تنجموا تعيشوا مرتاحين. اما اذا كان انت تحب كل شيء ليك انت، سي نورمال في الاخر اللي يحب الكل يخسر الكل. سي محمد عليا، نحب نحكي على العمادات التابعه لبلديه مساكن، المردين، البرجين، الكنايس. فما برشا تشكيات خصوصا جاتنا من المردين، يقول لك تقولش علينا معناه منسيين، ماناش تابعين مساكن، فما معناش نقص في الطرقات. لكن تحكينا على البلديه شنو عملت بالنسبه لهذه العمادات اللي نعرفوها معناها مساكن كبيره، وزيد العمادات نتاعها، الجهود نتاع البلديه للتنسيق باش العمل البلدي يكون على اتم واحسن وجه في مثل هذه العمادات. والله نستغرب كي نسمع كلامك بهذا. جاتنا بالحق، يقول لك مثلا الطريق مثلا كان معد باش يتعدى في المردين، مثلا ما تعداش من المردين. شوف فما شويه تشكيات تجينا من هنعطيكم ايتاد اليوم تاع العمادات. وقع الحق العمادات هذه بالنظام البلدي في اطار قانون تعميم النظام البلدي على كافه تراب المعتمديات من 1 جانفي 2017. فما منح خصوصيه خاصه للعمادات هذه. الى حد الساعه لم نتصل باي مليم بخصوص العمادات، لكن هذا ما منعش ان المجلس النيابه الخصوصيه الاول اللي كنت رئيسه، وبعده هو جاء المجلس النيابه الخصوصيه لترأسه السيد المعتمد، والمجلس البلدي الحالي المنتخب. الثلاثه هذولا وقت اللي كنا احنا اقرنا ووفرنا اعتمادات من ميزانيه البلديه للعمادات، وكانت في 2017 كانت الاعتمادات المخصصه للعمادات الست عمادات الملحقه في حدود المليار. تذكرهم عايشك يرحمه. دونك وقع تخصيص مليار لعمادات بني قلثو والبرجين وبني ربيعه والفراده والكنايس والمردين. هذولا ست عمادات تهم، والاعتمادات هذه وجهت لمشاريع البنيه التحتيه. لكن نعرفوا انه العمادات الموجوده كانت ضمن مشاغل المجلس الجهوي والمجالس القروية، والمجالس الجهوية والقروية ما كانتش عندها اعتمادات الكافية باش تقوم بما يلزم. دونك لقينا انه اون تير فيرج اللي هي تتطلب برشا فلوس، و1000 مليون دينار ما يعملوا حتى شيء. بالنسبة لل 2018 كيف خصصنا اعتمادات إضافية بقيمة تقريبا 600 ألف دينار. وبالنسبة ل 2019 وفي إطار وقت جاء السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، تخصوا تقريبا 2 مليارات، وإلا في حدود 2 مليارات، ما عنديش الشيفة بالضبط، ما تقريبا في حدود 1.8 مليار ولا حاجة كما هكا للعمادات هذوم في إطار كيف البنية التحتية ومناطق الخضراء والتنوير العمومي. ونمشي معاك أبعد من هكا، أنت ذكرت لي المردين سفيري. المردين مثلا عندهم في 2019 هذا مش تنطلق الاشغال، فما اعتمادات ب 6.5 مليون دينار، 6 مليارات ونص، لاعاده طريق الويت 47 اللي يربط مساكن بحي الزهور، واللي هو يتعدى على طول المردين كامله. وفما مشاريع نتاع البلديه بقيمه تقريبا 300,000 دينار، وفما مشاريع نتاع التنميه الجهويه بقيمه 300,000 دينار اخرى. معناها وقت تجي تحسب تو تلقى المردين مثلا في 2000
2019 وبداية 2020 فما في حدود أكثر من 7 مليارات المرضين. نفس الشيء بالنسبة للكنائس، الكنائس تعمل الكياس 848 اللي تخدم في 2018 ولا هو بكلفة تقريبا 7 مليون دينار 7 مليارات بخلاف المشاريع البلدية بخلاف التنوير العام. معناها شوف مانيش انا اليوم مش نقول اش عملنا هذايا، احنا اليوم ما عندناش فرق لا بين الكنائس لا بين المرضين لا بربيع لا برجين لا فرادة لا بن كلثوم، هذول بكلهم سي مساكن وبكلهم ساكنين. هون مش معاك اكثر من هذا، في اطار التعاون الدولي عندنا مشروع ودايور في الكاميرا قدامك شفت في الساله الكبيره في الاجتماعات هذا في نفس الاطار. احنا اليوم قاعدين في اطار التعاون التونسي الاسباني مع التعاون الكتالوني في اطار احداث مجلس شباب البلديات، ومجلس شباب البلديات هذا شنو الدور نتاعو؟ هو سي لابليكاسيون نتاع الشباب جينيراسيون من الاقل من 35 عام باش هي تساهم وتساير العمل البلدي سورتو في العبادات هذه الملحقه الجديده مع مساك اللي هما نحس فيهم فما شويه عزوف وفما شويه ما همش ما صارتش نقولوا احنا الاندماج نتاعهم مع بقيه عبادات البلدية. وقاعدين نخدموا على الحكايه هذه باش اليوم وقت اللي يبدا فما اي فكره ولا اي مشروع ولا اي مقترح وقت اللي يجيني من الكنائس ويجيني من البرجين ويجيني من العمادات الكل بلا كنت نسمي فيهم تلقاني اني فرحان نعرف ان الناس هذول اليوم يسافروا بريلا في البلديه هذيك، والناس هذيا فما يناديزيون صارت بين البلديه وما بين العمادات هذه باش نحاولوا نطوروا. نمشي ابعد من هذا، خلي ممكنش نحكي شويه تكنيك. احنا اليوم في اطار لجنه التهيئه العمرانيه اللي هي تبع البلديه ما خممناش في مراجعه مثال التهيئه ك مساكن وحدها والبرجين وحدها وبن كلثوم وحدها والمردين وحدها، لا احنا اليوم ماشيين في ان بلان دو كويرونس اوربان. اش معناها بلان دو كويرونس اوربان؟ معناها نحبوا نعملوا فما تناغم وتكامل بين كل العمادات دو فاسون ان اليوم ينجم يكون مثلا البرجين لا فوكاسيون تاعها شو تكون ما نعرفش يعني شو تكون صناعيه، مش تكون المنطقة الصناعية تكون مع البرجين في تكامل مع سنتر المدينة مع مركز المدينة. مثلا في الفرادة نجم يكون عندنا بروجي مثلا ايكو تورستيك ايكو فيلاج مثلا ولا حاجة، مش تكون في تناغم نظرا لخصوصية المدينة هذيك. مثلا في اطار التنوع العمراني الكنائس في مدينة تاريخية اقدم حتى من مساكن كمدينة، الكنائس من عهد الرومان ولا قبل، دونك فيها اثار رومانيه وفيها يمكن فيها نمط عمراني معين. دونك احنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاطار هذايا نحب ونحيوك الفكره هيكي وتكون عم. معناها راهو علاش قلت لك وقت اللي بديت في الحوار معاكم قلت لكم راهو البلديه عندها رؤيه وعندها تصور وعندها افكار، لكن الافكار يلزمها شويه وقت ويلزمها برشا خدمه وبرشا خدمة، مش خدمة البلدية كهو حتى الناس مع بعضنا. باش نمشي أبعد من هيك، احنا قلنا نذكر بير وخيال الكل في المجلس قلنا راهو في إطار تشجيع الشباب والرياضة و قلنا في كل عمادة شكون عندنا ملعب حي متكامل الشروط. معناها وقت نقول ملعب حي مش نعملها بطرف تراب وصبح على خير، شو يكون غازون ويكون فيستيرات ويكون اضواء ويكون كل شيء منظم. هذايا كله بدينا فيه سنه برمجنا زوج، عندنا ملعب في بني كلثوم وملعب في بني ربيع، عام جاتهم برمجوا زوج اخرين ان شاء الله، والعام اللي بعده برمجوا زوج اخرين، دونك الست عمادات يتغطوا بالملاعب بخلاف الموجودين في مساكن. وهذه هي معناها الصبر وشويه برمجه وتكون منظمه ونعرفوا شو نحبوا وتوصلوا اللي نحبوا عليه. دونك بتاتر فما شويه حساسيات صحيح نفهمها، لكن راهو هاو ميساج من ساحل تي في، ما عندناش فرق ما بين اي عماده، العمادات الكل بلهم بلديه مساكن، واني رئيس بلديه مساكن ورئيس مساكن كامله مساكن نسميها مساكن الكبرى، اني رئيس 340 كيلومتر مربع انا موجوده اليوم في مساكن. دونك راني ما عنديش حتى واكبر دليل انه اي واحد يكلمني من البرجين ولا من بربيع ولا من كلثوم والفراده والكنائس والمردين
ولا من مساكن وقت اللي يكلموني أنا نجاوب الناس كلهم ونتفاعل معاهم، وإذا كان حاجة مقدور عليها باش تعمل لها توت سويت نعملها. شكرا سي محمد عليا. فما حكاية تحب تحكينا عليها تبث الأمل وتخلي العمل البلدي يرجع يكون ذا فاعلية والحكم المحلي يكون فيه أمل، خصوصا بعد ما تقريبا نسيتك كنت متابع لما صار في بلدية سوسة المدينة وبعض البلديات الأخرى في كامل تراب الجمهورية، باش ما ننسفوش فكرة الحكم المحلي والعمل البلدي. نحب نحكيه على تكوين جماعية رؤساء البلديات سوسة اللي تضم 18 بلدية، هو مشروع سير النور وجمعية ستر النور، إن شاء الله يكون لها أثر طيب في كيفية خدمة العمل البلدي. لو كنت وضحنا الهدف من هذه الجمعية، من الهدف من تكوين هذه الجمعية وأهدافها. هي الفكرة انطلقت من ديسمبر 2018، وقتها كان خلال الدورة العادية لجامعة المدن التونسية، الجامعة الوطنية للمدن التونسية، لقينا وقتها رؤساء بلدية سوسة، قلنا علاش ما نعملوا جمعية تعاون بين المختلف البلديات داخل منطقة الولاية. كانت الفكرة مفهومة. في فيفري اللي فات ولا في مارس عملنا اجتماع تأسيسي، حضرنا القانون الأساسي للجمعية وتفاهمنا على أهم المبادئ وكل ما يهم الجمعية هذه، والحمد لله كان تجاوب من 18 بلدية في ولاية سوسة. احنا في سوسة عندنا 18 بلدية. دونك تكونت الجمعية، أنا رئيس الجمعية، رئيس سي محمد جليدي رئيس بلدية سلهاني هو كاتب العام، المساعد الأول رئيس بلدية هرقلة السيدة ليلى مرات، المساعد الثاني سي يوسف إبراهيم رئيس بلدية حمصوسة، بلدية مساعدين أمانة المال، وبقية الأعضاء. هو الاختيار بتاع الهيئة هذه صار بالتوافق بين الناس كل وتفهمنا. دونك معنا مش خاطر تشوف تخش فيهم كلهم الجهة الجنوبية، دونك صار كيك، لكن باتفاق من الناس كل. ولكن خلينا نحكيو في أهم من هذا كله، هو الأهداف نتاع الجمعية. الجمعية عندها زوج أهداف رئيسية مهمة جدا. الهدف الأول ومن أجله تشكلت الجمعية هذه هو التعاون المشترك بين مختلف بلدية ولاية سوسة. كي نقول التعاون المشترك معناها نحب نركز على حجم البلديات يختلف من بلدية لأخرى. مثلا بلدية مساكن ماهيش مساعدين، ماهيش سوسة، ماهيش حمصوسة، ماهيش هرقلة. توفر الإمكانيات تختلف زادة من بلدية لأخرى، ولكن نلتقي كلنا فيها في حاجة واحدة، هي العمل البلدي وخدمة المواطن. وقلنا في إطار جمعية واحدة ومشاكل واحدة وأهداف واحدة وواقع واحد ومستقبل واحد، علاش لا ما يكونش متعاونين. أنا اليوم أنا استحق تراكس من عند بلدية المساعدين نلقاها بجنبي وقت نكلمهم يجيو، معناها يجيو ونتعاونوا ونخدموا مع بعض، والعكس كيف كيف. اليوم وقت لا مثلا نجموا احنا نمشوا أبعد من هذا، فما آليات كبيرة تهم العمل البلدي كل فانتحها غالية برشا، متنجم بلدية واحدة ما تقدرش عليها. بوركوا با مثلا زوج ثلاثة أربع بلديات يتشاركوا فيها ويعملوا ويشيلوها مع بعضهم وتكون على ذمة البلديات الكل. مثلا كيف كيف في تبادل الخبرات، في تبادل التجارب، في نصيحة، في استشارات قانونية، وإلا أي حاجة. دونك نكونوا مع بعض، هذا الهدف الأول من الجمعية. الهدف الثاني هو لا زاد مهم لا يقل أهمية على الأول، هو أن الجمعية هذه تكون قوة اقتراح، والجمعية هذه تساهم في دفع العمل التنموي بالجهة. وقت نقول قوة اقتراح هي تساهم في إعداد المخططات الوطنية، هي تبدأ بالمخطط الجهوية وبعدها مخطط الوطنية، تكون قوة اقتراح لدى السلطة الجهوية، وتكون قوة اقتراح لدى السلطة المركزية والوزارات، وتكون هي زاد تساهم في تحسين العمل البلدي والنهوض بالعمل البلدي بفاسون انه وقت فما حاجه مهمه لازم نعرفوها زادا، راه وقت اليوم عندنا مشكل ثقافي مثلا في سوسة، مثال جدينا بورتكو، وقت لما جينا نستدعاه السيد وزير الثقافه باش نطرحوا مشكل من المشاكل، مش كما تستدعاه بلديه واحده ولا رئيس بلديه واحده، كما يستدعوه مجموعه رؤساء اللي هم يمثلوا راهم ناس
منتخبينهم وتمثلوا قاعدة شعبية مهمة بينجم الصوت يوصل ويتسمع أكثر من اللي يتكلم عليه محمد علي وحده ولا يتكلم عليه سي عبد الخالد وحده ولا سي فلان وحده. دونك هذه زادة من الأفكار أن تكون قوة اقتراح وقوة ضغط باش ضغط إيجابي بالطبيعة باش تساهم في تحسين وتطوير العمل التنموي في كل المجالات في ولاية سوسة. وما نحبش نقول نقابة خاطر ماهيش نقابة، احنا ما عندناش منظورين باش ندافعوا عليهم، احنا جمعية رؤساء بلديات، رؤساء بلديات ولاية سوسة، رؤساء منتخبين جاوا من رحم الصندوق اللي هما جاوا باش يخدموا العمل البلدي ويخدموا البلاد نتاعهم. سارت لا سي محمد علي كلمة الختام وخصوصا معناها شنو توصل للمتساكنين ومتساكنات نقولوا بلدية مساكن الكبرى. والله نقول لهم حاجة برك، احنا اليوم في مرحلة انتخابية، فما انتخابات رئاسية وتشريعية وقاعدين نشوفوا ونتابعوا انه بالحق فما زخم كبير متاع وعود متاع كلام متاع راهو شوف. احنا زاد في انتخابات بلدية اعطينا وعود لكن ما اعطيناش وعود وهمية، واعطينا برامج ونعرفوها نجم نحققها ونقوموا بها. الموندا بتاعنا في البلدية خمسة سنوات احنا قاعدين نعملوا في تقييم داخلي وحدنا في مجلسنا، وديما وقت نحس فما روتار ولا فما ديراباج نرجعوا للتران للسكة ومجلس تاعنا فيه كفاءات من جميع الاختصاصات. دونك اللي نوعد به ولا نجم نقوله توا للناس اون فوا بور توت، رانا عنا 5 سنين ولو عدنا به باذن الله باش نحقوه وباش نعملوه وباش ننجوه في حول الله، ولا حتى اذا كان ما تنجوش الكل باش يكون هو حجر الاساس باش اللي يجي بعدنا يواصل عليه. اكثر من هذا انا اليوم وقت اللي رجعت لبلدية المساكن وجيت بلدية المساكن جيت باش نخدم بلادي، هذه مسقط راسي وهذه تربيت فيها وعندها وعندها عليا فضل ومزية. دونك هذا اضعف الايمان باش نحاول باش نرتقي بالمستوى العيش بمستوى الحياة في المدينة هذه. مساكن عندها بوتنسيال كبير برشا سواء مادي والا بشري اللي ينجم يخلينا في 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 وجه اخر وفي حلة اخرى وفي نمط عيش مختلف احسن برشا من الموجود. احنا مش نحاولوا مش نخدموا وسننجحوا باذن الله. حاجه بركه اللي نطلبها هي انه الناس الكل راهو دوروا ببلديتكم وساندوا العمل البلدي ووقفوا مع البلديه، راهي ماهيش تخدم ضدكم راهي تخدم ليكم، ونحبوا ننجحوا مع بعضنا وما حاجتيش باش يقولوا لا محمد علي نجح ولا المجلس البلدي نجح. نحبوا نقولوا مساكن نجحت ومساكن مساكن الاشراف، مساكن عندها تاريخ، مساكن معروفة اللي هي بنات روحها وحدها سفري، لكن معروفة أنه ناس يحبوا بلادهم يغيروا على بلادهم يخافوا على بلادهم. لذا ما تاخذناش هالحساسية السياسية وهالمشاكل الضيقة في متاهات احنا في غنى عنها. راهو الالتفاف على البلدية ومؤازرة العمل البلدية راهو مهم ومهم جدا. احنا حلفنا على القران باش نخدم البلاد هذه وباش ننهضوا بالبلاد هذه وان شاء الله باش نقوموا به. وانت قلت لي كلمه الختام، كلمه الختام نقول المساكنيه راكم عبر التاريخ معروفين رجال مساكن برجالها ونساها، لذا كونوا في مستوى السمعه هذه ما نطيحوهاش في الماء. شكرا. نشكرك سي محمد علي على هذا الحوار اللي كان شيق وممتع. يبقى اكيد الحكم للمواطن على تقدم العمل البلدي والاداء، ولكن نحن ما علينا كان نشجعوا المجهودات المبذوله لانجاح الحكم المحلي باش تكون بلديه مساكن عبره لجميع البلديات، وباش يكون ايضا العمل البلدي قاطره التنميه لتونس، تونس الغد الافضل ان شاء الله. في لقاءات وحوارات اخرى الى اللقاء.